تشکر میکنم. ما امروز همونطور که همکارم جناب آقای لاوروف به اون اشاره کردن راجع به موضوعات متنوعی در حوزه مناسبات دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی با هم گفتگو کردیم. نگاه های ما نگاه های مشترک و بسیار نزدیک به هم هست. وقت عمده ای از مذاکراتمون به موضوعات دو جانبه سپری شد. ما توافق کردیم که در آینده نزدیک سند راه بردی همکاری های دو کشور رو به بررسی قرار بدیم و با عنوان یک نقشه راه جدید الشراكة الاستراتيجية بين دولنا، وسنقدم هذا الأمر بشكل كتابي، وستكون هذه خارطة طريق جديدة بين الدولتين، وتكون أساسا للتعاون طويل الأمد بين دولتينا. اليوم فقد بأشكال مختلفة ناقشنا هذه القضايا وأشرنا إلى ضرورة إجراء لقاء بين قياداتنا، وأيضا ليكون هذا الأمر مرئيا من قبل الشعب. فلن يتم هذا الأمر طبعا إذا لم نقوم بإزالة العقبات التي تقوم على طريقنا. وطبعا يجب أن نعطي أهمية كبيرة إلى عمل العاملين أو الرجال الأعمال. وأيضا أود أن أتحدث بأنه هناك عدد كبير يشارك في هذا الأمر، ويقوم رجال الأعمال من قبل الدولتين بإجراء عمل كبير، وهناك أمور اقتصادية ومشاريع تمت بفضلهم. أما فيما يتعلق بعلاقاتنا في مجال الثقافة والمجال العسكري والدفاع والأمن، فنحن نعزز هذه المجالات كلها. ولكن في مجال التجارة لدينا طريق طويل أمامنا وإمكانيات عديدة وواسعة، ويجب أن نجري خطوة واسعة أو قفزة في هذا المجال، ونعمل على توسيع حجم التبادل التجاري بين دولتينا. أما فيما يتعلق بجدول الأعمال الإقليمي، أعتقد أن هناك كانت نقاش متقطع لدينا. فقد ناقشنا مع السيد لافروف الوضع في أفغانستان، ونحن ندعم تشكيل حكومة هناك شاملة تجمع جميع القوى وتضمها، وأيضا ندعم تطوير أو تكثيف نشاطنا تجاه محاربة المتاجرة بالمخدرات هناك والأمور الأخرى التي تشكل خطرا وتأتي من قبل أفغانستان. ونحن نأمل بأنه في المستقبل القريب سيكون هناك لقاء بين وزراء الخارجية بين الدول المجاورة لأفغانستان، ونحن نود إجراء هذا اللقاء في طهران. وبالطبع أيضا هناك رغبة لإجراء مؤتمر على منصة موسكو، ولكي نجد حلا مشتركا للقضية الأفغانية. ولهذا السبب فنحن ندرس تواجدنا، ونأمل بأن نكون متواجدين خلال هذه ضمن هذه المنصة في موسكو. ونحن بالطبع قلقون مع السيد لافروف، ونعتبر بأن المنطقة لن تتحمل أي إجراءات غير قانونية أو غير عادية. برأينا التعاون الأخوي هنا يلعب دولا كبيرا، وهناك خيبة أمل تجاه العلاقات بين دولة إيران والدول المجاورة، وهذا الأمر أيضا نحن غير راضون عنه. ونعتقد بأن الدول المجاورة للجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا عليهم أن يتجاوبوا بشكل إيجابي مع سياستنا ويتبعوا سياسة ودية.
وبالطبع أن يكون هناك سياسة إيجابية وأن تكون هناك خارطة متغيرة في القفقاز وأن يكون هناك صراع مشترك ومكثف تجاه الإرهابيين هناك. أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فإن موقفنا واضح من هذا الأمر. أما فيما يتعلق بالتسوية السورية ففيما يتعلق بالأمن هناك فنحن من جهتنا ندعم ضمان أمن المنطقة ككل، ولهذا فإن رسالتنا إلى الدول المجاورة هي رسالة صداقة ودعوة إلى التعاون الشامل والمشترك بين الجميع لتكون النتيجة في مصلحة شعوب الدول كلها. وفيما يتعلق بالحوار الإقليمي فيما يتعلق بقضية إيران فنحن نعتبر بأن حوارنا الإقليمي يحمل طابعا خيرا ويجب أن يجري من أجل ضمان الأمن والخير للمنطقة ككل. وفيما يتعلق بسوريا مرة أخرى نحن قد أشرنا إلى تأمين، فقد دعمنا الانتخابات التي جرت بمشاركة كبيرة من الشعب ونحن نحترم رأي الشعب السوري. وبالطبع أيضا تحدثنا بنفس الأسلوب أو المنطق فيما يتعلق بقضية اليمن، ويجب أن يتم رفع الحصار من أجل من هناك من أجل الجانب الإنساني. أما فيما يتعلق بالتعاون بين إيران ووكالة الطاقة الذرية الدولية فالسيد لافروف قد نوه بأن السيد غروسي قد أجري زيارات كثيرة إلى إيران ونحن ننتظر عندما يأتي إلينا السيد غروسي وبمبادرته أو اقتراحاته التقنية ورأيه، ونحن نرحب بهذا الأمر ولكي وننتظر تعليق الوكالة حول الحدث الإرهابي الذي جرى، ونحن قد ركزنا على هذا الموضوع. وفيما يتعلق بإرادة سيد غروسي بأن تكون هناك اتهام لجميع الأطراف فنحن لسنا متفقين مع هذا الأمر، ويجب أن يتم دراسة الموضوع وإيجاد حل له حسب القواعد الموجودة والمتفق عليها، ونرحب بهذه الطريقة. أما فيما يتعلق بمواصلة المفاوضات في فيينا فقد تحدثنا مع السيد لافروف عن بالطريقة المطلوبة، ونحن ننهي مفاوضاتنا إلى النقطة المطلوبة. وهنا أود أن أنوه بأن إدارة غروسي هي التي تبحث عن نتائج ونحن نبحث عن نتائج راضية ونتائج تأتي بعودتنا إلى طاولة المفاوضات. وبالطبع يجب أن تأخذ هذا الأمر باهتمام فائق من أجل ضمان حقوق الآراء وأيضا حقوق إيران فيما يتعلق بهذه القضية، وهذه إشارة إيجابية من قبل إيران للتحول إلى الحوار والمشاركة في المفاوضات التي يجب أن تأتي بنتائج تؤمن حقوق شعبنا في إيران وجميع يجب أن يكون هناك تركيز من قبل جميع الأطراف على هذا الأمر أيضا. وأمل بأنه في المستقبل القريب بأن رؤساءنا رؤساء دولتينا سيتم اللقاء بينهم في إحدى العاصمتين، وأيضا قد تحدثنا واتفقنا حول الاتفاق حول هذا الأمر، وأن تكون هناك تعاون استراتيجي مستمر بين دولتينا. فنعتبر روسيا شريكا استراتيجيا لدولتنا، وعلاقاتنا دائما هي متوازنة وتتبع سياسة متوازنة. فروسيا تشغل المكان الأساسي أو الأول في سياستنا الخارجية، وأمل أنه في المستقبل القريب بأنه ستتطور علاقاتنا في شتى الاتجاهات.